يشارك الأردن العالم أجمع التأثيرات السلبية للتغير المناخي والتلوث البيئي الناتج عن النشاط الإنساني، مما يتطلب العمل على زيادة الوعي البيئي لدى المجتمعات وتفعيل مشاركة مؤسسات المجتمع المدني للحد من المشاكل البيئية. ومن هنا جاء مشروع التدريب من أجل التغيير، تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في رسم وتأييد السياسات الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تمكين المهارات الفنية والإدارية والمالية لديها، حيث سيتم اختيار 7 من مؤسسات المجتمع المدني، 4 منها من محافظات الجنوب و3 من محافظات الشمال، حيث يتيح المشروع فرصاً تدريبية لـ3 أفراد من كل مؤسسة على مدار 18 شهراً وعلى مرحلتين. المرحلة الأولى عقد سلسلة من التدريبات تدور حول القوانين والالتزامات البيئية المحلية والدولية وتحديد المشاكل البيئية، المهارات ومنهجيات البحث العلمي ومنهجيات تحليل البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المستفيدين في كتابة وتصميم مقترحات للمشاريع. المرحلة الثانية تبدأ بتقييم المشاريع المقترحة وتقديم منح تمويلية بمقدار 15,000 إلى 25,000 يورو لتنفيذ المشاريع المجازة ومتابعتها. كما سيتم إطلاق قاعدة بيانات لمؤسسات المجتمع المدني وتطوير دليل إرشادي لتسهيل عملية تسجيل المؤسسات. وأما المؤسسات المرشحة فيجب أن تنطبق عليها الشروط التالية: تقديم خدمات للمجتمع المحلي وبما لا يقل عن 100 مستفيد، أن لا يقل عدد الموظفين في المؤسسة عن 3 مع مراعاة التنوع الجندري، أن يكون لدى المؤسسة خبرة في إدارة المشاريع الممولة وخاصة في المشاريع البيئية. مشاركة الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية هي الأساس في تحقيق أهداف الخطط التنموية البيئية المستدامة وجعلها أكثر ملائمة للمجتمع.